أندد بشدة باندلاع القتال الدائر في السودان، وأدعو قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستعادة الهدوء وبدء حوار لحل الأزمة. لقد أدى الوضع بالفعل إلى خسائر فادحة في الأرواح، بما في ذلك مقتل العديد من المدنيين. أدعو كل من له تأثير على الوضع للتدخل واستخدام هذا التأثير في قضية السلام ودعم الجهود لإنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى مسار الانتقال. كان الوضع الإنساني في السودان محفوفا بالمخاطر وهو الآن كارثي. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيغاد والأمم المتحدة أكدت على أهمية تطبيق هدنة إنسانية في السودان. اليوم على الأرض أكدت الآليات الثلاثية المكونة من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد والأمم المتحدة على أهمية تطبيق الهدنة الإنسانية، وحثت قادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على الالتزام بها، ويشمل ذلك تطمينات بتوصيل القرار عبر كل المستويات داخل القوات المسلحة، كما ستوفر الهدنة الفرصة للمدنيين للوصول إلى المساعدات والإمدادات والمساعدات الطبية والخروج بطريقة آمنة. دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس طرفي النزاع في السودان إلى ضمان احترام منشآت الأمم المتحدة والمؤسسات الطبية. وأشار بيرتس إلى تعرض عدد من الوكالات لاعتداءات خطيرة على ممتلكاتها من قبل مسلحين. نطلب من الطرفين احترام الحاجة لحماية الوكالات الدولية ومنشآت الأمم المتحدة والسفارات والمنشآت الطبية. كان هناك تعد خطير، و يونيسف ووكالات أممية أخرى ومكاتبها تعرضت لإطلاق النار أو تم دخولها وتدميرها من جانب رجال مسلحين في دارفور في آخر 48 ساعة، وهذا يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على الوكالات الإنسانية أن توصل المساعدات إلى دارفور وأماكن أخرى. أضاف بيرتس أن وجوده في السودان مع أعضاء الاتحاد الإفريقي لا يحمل رسالة للوصول إلى حل دائم، إنما هو مجرد محاولة لإيقاف إطلاق النار لثلاث ساعات فقط، ثم تليها ثلاث ساعات أخرى من أجل إيجاد مخرج. في نفس الوقت نعم، أعتقد أن التصريحات تعبر عما قلته، ولا يبدو أن هناك الكثير بين الطرفين المتصارعين وأنهما يدعوان إلى حل سلمي. كي أكون أمينا معك، أنا شخصيا وزملائي على الأرض هنا من الاتحاد الإفريقي، نحن لا نخوض عملية وساطة الآن من أجل العودة إلى العملية السياسية أو التوسط من أجل الوصول إلى حل دائم، ولكن ما كنت أقوم به في اليومين الأخيرين هو التوسط للوصول إلى فترة توقف مدتها ثلاثة ساعات، وإذا نجح هذا، ونحن سنستمر غدا أيضا من أجل محاولة الوصول إلى وقف لإطلاق النار، إذا نجح هذا فسوف ننطلق من هذه النقطة. هناك قوات على الأرض، عفوا قوى مدنية وأحزاب سياسية على الأرض تدعم هذا الحراك. حتى الآن الجنرال البرهان والجنرال حمدتي تصرف بإيجابية عندما تحدثت معهما على التليفون عبر وسائط إلكترونية، وكانت هناك استجابة لهذه المطالب الإنسانية. للمزيد إذن والمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم محمد نعمة الله، خبير استراتيجي وعسكري. أستاذ محمد، مساء الخير، أهلا بك. في البداية الجميع يتحدث يا مساء الخير أهلا الجميع يتحدث عن صعوبة تحديد كفة الطرف الذي يسيطر ويتقدم،
في هذه المعارك، لكن بناء على سير هذه المعارك إلى حد الآن، ما هو السيناريو الأقرب للحصول؟ شكرا جزيلا قناة الحرة، حياك الله وياك، والتحية لك ولمتابعيك الكرام. شكرا جزيلا. نعم، الحديث عن صعوبة تحديد ميزان القوى والوضع على الأرض، أنا أعتقد أي زول بيقول كلام زي ده لا 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 يقرأ الواقع على الأرض. الواقع على الأرض يقرأ كالآتي: هذه القوة بتاعت الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة قانونا ولائحة ودستورا، وبالتالي هي لم تصرح في يوم من الأيام أنها لا تتبع للقوات المسلحة. دفعت وحشدت قوات في الخرطوم وآخر قوات في منطقة مريم دون تنسيق مع القوات المسلحة. القوات المسلحة أصدرت تعليماتها بخروج هذه القوات من مروي العودة أدراج. لم تنفذ التعليمات. القضية الآن قضية عسكرية بحتة. قيادة القوات المسلحة لديها جزء يتبع لها رفض الانشاء للقوات. نعم، ولكن نعم، لا نريد أن ندخل في الجدال أستاذ محمد نعمة الله، لا نريد أن ندخل في الجدال حول 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 الجدال في شنو؟ حول شرعية أي طرف. هناك قوانين ناظمة في السودان، والجميع يعلم المسارات لتوحيد المؤسسة العسكرية في السودان ودمج هذه الميليشيات مثل ما تسمى في السودان، وهذه القوات غير النظامية كما يسميها البعض الآخر. لكن الآن نحن أمام واقع اليوم، هناك معارك كبيرة تدور في الخرطوم وفي مدن أخرى وفي ولايات ومحافظات أخرى، مدنيين يسقطون، عساكر يسقطون، والبلاد معطلة. هل يجب علينا أن ننتظر حسما عسكريا حتى نرى حلا أم ماذا؟ يجب علينا أن ننتظر حلا عسكريا، لأنه هذه قضية عسكرية، وهذا تمرد وخروج عن دائرة الوطن. كل من يتحدث عن يعني تدخل في هذا الشأن هو غير منصف ولا يعرف العمل العسكري. القضية الآن قضية عسكرية بحتة تمس أمن الوطن، والمسؤول عنه القوات المسلحة السودانية. حتى يعني سميت ميليشيات أو سميت أي جزء من القوات المسلحة، حتى لو كانت سلاح المدفعية أو سلاح المدرعات أو أي جزء أصيل من القوات المسلحة، تمرد ينبغي أن يعامل هذه المعاملة وأن يتم حسمه فورا. ليس هنالك أي مجال أو يعني تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية في الشأن العسكري. هذا شأن عسكري بحت، ينبغي أن يحسم وينبغي أن هل هناك إمكانية حقا القوات لهذا الحسم؟ نعم، هل هناك إمكانية حقيقية للحسم واقعيا؟ نعم، الآن أخي الكريم حسمت المعركة تماما. تم تدمير رئاسة هذه القوات، تم تدمير مواقعها، تم تدمير يعني قواتها في المناطق المختلفة، سلمت جزء من القوات، صدر أمر واضح بحل هذه القوات. وهذا شأن عسكري. هناك روايات أخرى، هناك روايات أخرى مغايرة تقول أن قوات الدعم السريع أيضا سيطرت على مقار للجيش، على أماكن أخرى، على ثكنات. بالتالي ماذا لو حدث العكس؟ ما تقول أخي الكريم؟ لن يحدث هذا، مستحيل في ظل هذه القوة التي عمرها 106 سنة. قوات المسلحة السودانية لم تهزم عمرها. من يقول هذا الكلام هو ذول مجاف للحقيقة، ولن يحصل هذا أبدا في ظل قوات مسؤولة
من حماية هذا الوطن 106 سنة. ماليشيات عمرها يعني كم من الزمن تنازع القوات المسلحة؟ ولكن والحديث عن دعم أخي الكريم ليس هنالك، الحديث عن الدعم هو الدمج هو حديث غير مفهوم وحديث لا يصل للحقيقة. هي أصلا تابع القوات المسلحة، بالتالي لا تدعم، إنما يتم تطوير وترقية أداءها لأنها خرجت وتضخمت وأصبحت لها جذور خارجية وأصبحت لها قواعد يعني سياسية وخدعت. بالتالي هنا يبرز سؤال أستاذ نعمة الله، هل سيكون الحل العسكري حتى وإن تم، هل سيكون كافيا لغلق ملف هذه المشكلة من الأساس؟ كافيا تماما. والآن ما تم هو نحن لا نتحدث عن قوات، الآن نتكلم عن متمردين، تم حل هذه القوات تتبع للقوات المسلحة، تنفع، تؤمر، بعد ذلك تقوم عملية سياسية تجمع الجميع شاملة، وليس الذين دفعوها والآن بعيدين لا يستطيعون الحديث. هؤلاء السياسيين وهؤلاء هايك فولكر المستعمر الذي دمر العراق وعمر السودان، والسودان ليس العراق، والرباعية والثلاثية كلهم أجندتهم تدمير هذه القوات المسلحة، ولن يتم تدمير هذه القوات المسلحة. هؤلاء الذين يدعون أنهم يعني يريدون ما بعرف الديمقراطية في السودان، وديمقراطية بهذا الشكل تجمع لهم شرذمة بتاع عملاء سفارات عشان يجوا يسيطروا على السودان وتترك كل الجزء عنوة. هذا هو السبب، السبب هؤلاء السياسيين، وكنت أتمنى أن يكون نفسي يتحدثوا. نعم أخي الكريم، ساعات تحسم هذه المعركة البئيسة التي تسبب فيها السياسيين، والآن ظلوا يختفون ويهربون. القوات المسلحة لن تفكك، شكرا، السودان لن يستعمر، شكرا، حفنا. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ محمد نعمة الله، الذي دمر السودان، دمر العراق ودمر ليبيا ودمر سوريا، ونحن صاحين وعارفين هذه المشروعات التي تسعى لتفكيك السودان، ولن يتفكك السودان من خلال هؤلاء العملاء وهؤلاء المستعمرين. شكرا جزيلا لك الخبير الاستراتيجي والعسكري محمد نعمة الله، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الخرطوم.